أشوف عندك برج الأسد، أنت ممكن تكون بالفترة السابقة مريت بحالة من نقول يعني صراعات نفسية، صراعات داخلية، ممكن تكون صراعات حقيقية بينك وبين أحد الأشخاص. أشوف عندك نوع من الدفاع عن النفس المفرط، عندك نوع من العناد، المثابرة، دا تحاول أنه تسيطر على مشاعرك، تسيطر على نفسك بالوقت الحالي. أو أنه أنت ممكن يكون أكو شخص كان متعبك بعلاقتك وياه، علاقة غير صحية، ممكن تكون كانت مرتبطة بشخص من برج الجدي، أو ممكن يكون من طاقة ترابية سواء كان الثور أو برج الدلو أيضا موجود عندي هنا. هذا الشخص كانت علاقتك بيه عبارة عن مواجهات، صراعات دائمة، مشاكل، مسبب لك هذا الشخص تعب. انت هواية حاربت على مود هاي العلاقة، اذا كانت عاطفيا هاي الطاقة اشوف انت هواية حاربت وتحاربت بسبب هاي العلاقة، لحد ما وصلت حد انه خلاص اني لازم اخلي حد، لازم اتحرر من هاي العلاقة. انت اوريدي وراها طالعت لك ورقة ذا وورد، انت اوريدي تحررت من هاي العلاقة، اشوفك تحررت من هاي العلاقة، علاقة سامة انت كنت بيها ويا شخص ممكن يكون من برج ترابي او ممكن يكون اي ساين ثاني، ممكن يكون برج الجدي ايضا. اشوف هاي العلاقة تقريبا انتهت او راح تنتهي بهاي الفترة، بلشت يعني النهاية. اكو شخص من عندكم سواء كنت انت او حتى الشخص الثاني، اشوف اكو شخص راح ينسحب من هاي العلاقة ويتركها كما هي وراح يطلع منها بالفترة الجاية، او اوريدي طلع منها، ممكن يكون صار لفترة طالع من العلاقة بدون اسباب. ممكن انه العلاقة هذه انت اكتشفت انه هي مش اللي انت تطمح له ولا راح توصل للمكان اللي انت تحلم به، فقررت انه تخلي حد. اشوف عندك نوع من المواجهة، انت الان مستعد للمواجهة، رغم انه انت اشوف ممكن يكون حتى البعض من عندكم عندك هنا عرض جديد، ممكن اكو شخص يكون عارض عليك عرض كعلاقة حب جديدة، بس انت بسبب العلاقة السامة اللي كنت بيها بالماضي والنهاية اللي مريت بيها المؤلمة صاير عندك نوع من المخاوف والتردد، فانت عازل نفسك بالفترة الحالية عن الناس، دا تحاول انه تكون معزول، مخلي حاجز بينك وبين العلاقات، بينك وبين حتى ممكن يكونون الناس المقربين منك بسبب أزمة مريت بيها بالسابق او ألم أثر عليك او جرح من شخص هو كان بالنسبة لك العالم كله، بس اكتشفت انه هذا الشخص ممكن يكون من النوع الأناني. وأيضا أشوف هنا طاقة طرف ثالث موجودة، ممكن تكون مكتشف طاقة طرف ثالث بعلاقتك بالشريك، وهذا الشيء اللي مخليك حاليا عندك هاي الوقفة، ماخذ هاي الوقفة، وقفة الترقب، وقفة التأمل. أنت عندك مخاوف، ممكن تكون نهاية العلاقة بهذا الشخص تماما، وهذا اللي أنا أشوفه لأنه القراءة أكثر تنطبق على شخص انتهت علاقتك به، وانت بالفترة الحالية قاعد تحاول انه تستشير الناس او حتى انه تتعلم من تجاربك. انت بالفترة الحالية اشوف متعلم من تجاربك، تعلمت شلون توقف على رجلك بعد الازمة اللي مريت بيها والمواجهات اللي كانت موجودة بحياتك، اخذت قرار نهائي انه تقطع هذا الشخص اللي موجود طرف ثالث بينك وبينه من حياتك تماما وتستعيد توازنك، وفعلا انت التوازن عندك موجود. خلينا نجي نقرأ الطاقة مفصلة بصورة أكثر، هاي كانت الطاقة العامة في إذا كان أحد يعني يريد يعرف إن القراءة مطابقة وياه أو لا، فهاي ممكن تكون أكثر من سيناريو. إذا كانت على الجانب العملي أشوف إنه أنت منتظر سفر، صار لك فترة موضوع سفر يخص العمل أو حتى هجرة، السفر متأخر عليك، ولكن أشوف إنه بالفترة الجاية خلال 9 أيام أو يوم 9 بالشهر، لأن رقم 9 متكرر كلش هواية عندك، فرقم 9 راح يكون رقم كلش مهم بهاي السنة بحياتك، وأيضا هو رقم 9 أساسا هو بداية النهاية، فأنت كل أمورك اللي كانت معلقة قبل هي بلشت إنه راح تبلش تمشي تتحرك خلال هاي السنة وراح تنتهي، ويا نهاية السنة عندك نجاحات راح تحققها على الصعيد العملي، عندك الأمور العاطفية راح يصير عندك نوع من الإدراك من القوة والوضوح إنه أنت تقدر تتخذ القرار الصحيح بخصوص العاطفة وبخصوص العمل أيضا. فخلونا نبلش الطاقة بشكل عام، نبدأ بالصعيد العملي. على الصعيد العملي عندك أمنية راح تتحقق، أكو موضوع أو مشروع أنت صار لك فترة منتظرة، أو حتى أرباح ممكن تكون بنهاية السنة بلشت شراكة ويا
اشخاص معينين، ممكن يكون شخص او شخصين. اشوف اكو عندك شراكة انت منتظر الارباح مالتها، صار لك فترة طويلة انه توصل الارباح، راح توصلك من بعد انتظار. اكو عندك البعض اللي منتظرين عمل صار لهم فترة والعمل ما قاعد يجيهم. اشوف اكو بعد انتظار فترة طويلة، ممكن صار لك 7 اشهر او من شهر السابع. اكو خبر راح يجيك بداية عمل جديد، اشوف عندك مشروع جديد، بداية جديدة بعمل، عندك امنية على الصعيد العملي راح تتحقق، عندك رفعة. اكو البعض من عندكم راح يدخل بمجال ممكن يكون بشهرة، يعني مجال السوشيال ميديا بصورة عامة. اشوف اكو مشروع ببالك انت قاعد تفكر بيه، ممكن يكون يخص السوشيال ميديا، يعني مثل ترويج منتوجات او حتى اي شيء يخص التواصل الاجتماعي. فاشوف عندك شهرة، عندك رفعة بهاي السنة بخصوص هاي المواضيع. اذا كان مشروعك مشروع مثل ما قلت لك ترويج او شيء يختص بالشهرة، فاشوف عندك رفعة. عندك يعني شلون اكو مكانة لك راح ترتفع مكانتك بهاي السنة ان شاء الله، واكو عندك شهرة راح تنعرف، اكو شيء او شغل معين انت راح تبدي بيه وراح تبدع بيه، فراح تنعرف من خلال هذا الشغل. الشغل طبعا يراد له مجهود، فانت اشوف انه راح تبذل مجهودك بهاي السنة بسبيل تحقق هذا المشروع اللي انت بعدك حاليا قاعد تسوي تقييم. يعني انت قيمت الوضع، ممكن تكون خليت الاساسيات، ولكن مرحلة التنفيذ بعدها شوية متأجلة بسبب ممكن يكون عندك نقص بالمادة. لكن اشوف اكو مساعدات، اكو مثل ما نقول ايد راح تنمد لك بهاي الفترة، اكو لك سعي بموضوع عملي، وهذا الموضوع اللي راح تسعى عليه وراح تتعب بيه، راح تجتهد بيه، وراح تنعرف من خلاله. راح يكون يعني انت شخص مميز بهذا المجال اذا دخلت بيه. فاذا عندك هيك مشروع ببالك وانت متردد من عنده، اشوف عندك نوع من التردد، ونفس الوقت عندك شوية الاموال مو كافية اللي يحتاجها هذا المشروع، فابدأ اخطي خطوة، لا تتردد، اتخذ الخطوة والباقي هو راح شوية شوية الأمور تسهل وتمشي. أشوف عندك بداية عمل جديد، البعض من عندكم عنده ترقية بالعمل منتظرها صار له 3 سنوات. أشوف هاي الترقية راح تجيك بهاي الفترة إن شاء الله. البعض من عندكم أشوف أكو تثبيت عقود، حتى إذا كانوا ناس منتظرين تثبيت أو عقد، أشوف أكو عقود راح تتوقع لك، أكو عندك تثبيت عقد. يعني أمورك العملية بصورة عامة أشوفها في تحسن كبير جدا، أكو تحسن من بعد فترة من الانتظار، ولكن يعني الأمور تبلش تتحسن شوية شوية من بداية السنة لحد شهر 6، النصف الأول. أمورك المالية والعملية أشوفها كلش زينة، وإن شاء الله يعني تديم عليك هاي النعمة تدوم مثل ما نقول. أما بالنسبة للوضع الصحي، البعض من عندكم أشوف ممكن يكون كانت ممكن يعاني من مشاكل بالجهاز الهضمي بداية السنة، أو حتى البعض الثاني ممكن يكون من مفاصل، ولكن الأمور بصورة عامة أشوفها راح تعدي على خير وراح يصير عندك نوع من الشفاء. ولكن أنت محتاج أنه ما تهمل وضعك الصحي في سبيل انشغالك، سواء كان بالأمور العاطفية أو حتى الأمور العملية. لازم تراجع تستشير طبيب. الأمور ما أشوف أكو شي خوف، ولكن البعض من عندكم ممكن يعني تكون عنده عملية بسيطة وهو متردد من عندها، ولكن العملية أشوفها يعني بيها شفاء لك وتعدي على خير، لا تخاف من عندها، توكل على الله وسويها. بس ما أشوف أكو شي يعني يخوف بمجال الصحة. الصحة أشوفها يعني ما بينه وبين تكون بالنصف الأول من السنة، ولكن الشفاء موجود بدون مخاوف. ممكن البعض من عندكم يكون صار له 4 سنوات يعاني من أزمة معينة، وهسه يبلش شوية يتعافى من عندها، راح يتخذ قرار انه يراجع طبيب. واذا كانت عملية متردد منها، فاشوف العملية انه راح تسويها، والعملية سهلة راح تعدي على خير ان شاء الله. بالنسبة للوضع العاطفي، ركزوا لي شوية بالوضع العاطفي يا برج الأسد بالنصف الأول وبالنصف الثاني. النصف الأول من السنة يا برج الأسد طبعا الطاقة ترابية، وهنا أيضا طلع لكم برج الجدي اللي هو أساسا برج ترابي. فالبعض من عندكم يا برج الأسد ممكن تكونوا تتعاملون ويا شخص برج ترابي، ممكن يكون العذراء أو الثور أو الجدي بصورة خاصة، لأن الجدي ظاهر الورقة مالته موجودة واضحة. أشوف إنه هذا الشخص اللي من برج ترابي سبب لكم خيبة أمل، سبب لكم جرح، ممكن يكون طعنكم بظهركم. البعض من عندكم هذا الشخص ممكن تكون اكتشفت عنه خيانة،
طرف ثالث كان موجود بينكم بالعلاقة، وهذا الشيء خلاك تنسحب من العلاقة وتطلع فجأة مثل ما قلت لك هنا، وانت بالفترة الحالية عندك مخاوف من الرجوع. اكو صفحة، اكو شخص علاقتك منتهية بيه راح يرجع يعتذر لك بهاي الفترة خلال اول 3 اشهر او اول 3 اسابيع من السنة، ممكن يكون بداية. شوفوا توقعات شهر الواحد، همينة اشوف انه هذا الشخص راح يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية. راح يظهر هذا الشخص، راح يجي يقدم لك اعتذار، وراح يوضح لك انه هو متمسك بيك، هو حابك، هو يعني راح يكون متغير نوعا ما. وراح ممكن هذا الشخص راح يجي، انت تعرف اكو بينك وبينه طرف ثالث، من راح يجي راح يقول لك انه هو هذا الطرف الثالث خرجه من حياته. فخلي اشوف لكم بس هذا الشخص نواياه صادقة تجاهك أو لا. كان كلهن ناخذ اللي ينقلبن. نعم، هو اوريدي بعلاقة ثلاثية هذا الشخص. شوفوا ممكن هذا الشخص اللي تتعاملون وياه، قلت لكم اللي ممكن يكون برج ترابي، يكون بعلاقة زواج أساسا. ممكن يكون هذا الشخص متزوج، شخص من الماضي. أشوف راح يبلش يرجع يظهر بحياتكم بهاي الفترة خلال بداية السنة أول 3 أشهر، راح يقدم لك اعتذار، راح ينطيك وعود. هذا الشخص اوريدي هو بعلاقة زواج، أو ممكن تكون علاقة خطوبة. هذا الشخص علاقتك منتهية بيه، احتمال صار لكم 6 شهور منتهية العلاقة، البعض من عندكم ممكن تكون 6 أسابيع، ممكن علاقتك وياه صار لها سنة أو 4 سنين وبعدها هذا الشخص طلع من حياتك. ممكن يكون هو متزوج، أو إنه هو طلع من حياتك وبعدها تزوج، وهسه راح يبلش يرجع لحياتك بخلال النصف الأول من السنة وبكلام حلو. واني مريض، ممكن يقول لك إنه هو يعاني من مشاكل عائلية، وفعلا هو ممكن يكون عنده صراعات نفسية، عنده مشاكل عائلية. ولكن هنا شوفوا العلاقة الثلاثية، أيضا ورقة العلاقة الثلاثية موجودة. فاللي أشوفه أنه أنت راح تصدق بهذا الشخص وراح يتم الرجوع بينك وبينه. راح تتقبل اعتذار هذا الشخص، راح تتقبل كلامه، راح تتقبل أنه هو يصير رجوع بينك وبينه، تاخذون هدنة اثنيناتكم وترجعوا له. ولكن اللي لازم أقول لك إياه يا برج القوس عزيزي، إذا كنت تتعامل ويا برج الثور بالذات أو برج الجدي، هذا الشخص متمسك جدا بعلاقته بزوجته، إذا كان يعني متزوج، متمسك جدا ببيته، متمسك باستقرار الأسري بصورة عامة، هو متمسك بيه بصورة غير طبيعية. ممكن يكون هذا الشخص متزوج وعنده أطفال، فممكن يجيك هذا الشخص يعرض عليك موضوع زواج ثاني أو زواج بالسر. إذا تريد نصيحتي يا برج الأسد، بداية السنة، طبعا هذا السيناريو ما ينطبق على الجميع، ولكن هو طلع لي هذا الشخص اللي عنده علاقة ثلاثية أنت أوريدي تعرف بيها، وأنت متأذي من عدة قبل بسبب هاي العلاقة الثلاثية اللي موجودة بيناتكم. أشوف أنه هذا الشخص من راح يرجع لك، إذا ما كنت أنت يعني هاي في حال أنتم ما كنتم متزوجين، كان بس الطرف الثاني هو متزوج، لا تقبل اعتذار هذا الشخص، لأن هذا الشخص أول وتالي راح يرجع لبيته ويحافظ على استقراره. فهو راح يرجع يدخل بحياتك ويطلع منها مرة ثانية ويسبب لك ألم أكبر. فلا تكون واثق بهذا الشخص تماما بهاي الفترة، لأنه أشوف البعض من عندكم راح يرجع وراح يتصالح وياه وينطيه فرصة جديدة. أما بالنسبة للمتزوجين، المتزوجين أشوف اللي صار لكم تقريبا 3 أشهر أو 3 أسابيع بيناتكم أكو مشاكل بسبب طرف ثالث. أشوف الطرف الثالث طلع من العلاقة اللي بيناتكم، وأشوف إنه البعض من عندكم المنفصلين حاليا، أو اللي مثل بينهم خلافات ومنتقلين، مثل أنتوا هسه مو سوا، اللي متزوجين ومفترقين، ولكن ليس انفصال تام بيناتكم، وإنما فراق صاير بسبب زعل. أشوف أكو لمة عائلية، أكو استقرار عائلي، راح يرجع البعض من عندكم إذا كانت المشاكل بسبب بيت، فأشوف عندكم انتقال، عندكم فرحة،
ممكن البعض من عندكم ينتقل البيت اذا كنتوا مثلا ساكنين ويا الاهل، فاشوف اكو استقرار راح يصير، اكو انفراد، يعني بيت لكم راح يكون اكو مبني، انتقال البيت عندكم سعادة، المتزوجين اشوف اموركم راح تبلش تتحسن من بعد فترة مريتوا بها بمشاكل هواية، صراعات هواية، اكو فرحة راح ترجع تدخل على حياتكم. البعض من عندكم يا برج الاسد ممكن يصير عنده حمل ببداية السنة، وهذا الحمل راح يكون مفرح جدا لك، ممكن تكون انت صار لك سنة كاملة منتظر موضوع الحملة ومأجلة، وهسه راح تاخذ قرار انه يصير عندك طفل. اشوف انه اكو عندك ولادة لطفل جديد، ممكن الطفل هذا يكون بنية على الاكثر، فان شاء الله وكل شيء العلم بيد الله، يعني بس احنا نعطي توقعات ممكن تصير وممكن لا. اشوف المتزوجين اوضاعكم يعني من بعد فترة مريتوا بيها بأزمات، بمشاكل، تعب، خاصة على الوضع يعني كوضع عاطفي مو بس كوضع مادي لكم، اللي بعض اللي كان مثلا مكتشف طرف ثالث أو خيانة وصاير، أو حتى صاير زعل مو خيانة، أشوف إنه أكو استقرار، أكو عودة راح تصير للمنزل اللي حاليا منفصلين عن البيت، أشوف أكو يعني مصالحات على الصعيد العائلي للمتزوجين، واموركم ان شاء الله راح تتحسن كلها ببداية النصف الاول من السنة، ممكن اول 3 اشهر تبلش تبين وياكم هاي المعالم، بعدها اشوف اموركم مستقرة. ننتقل الى النصف الثاني من السنة. النصف الثاني من السنة على الصعيد العملي قلت لكم النصف الاول من السنة اكو شراكة انتوا راح تدخلوها ويا ناس، وراح تنتظرون ارباح، ممكن العمل اللي راح تدخلون بيه انتو تكون شوية العوائد مالته في ايراد لجهد، ايراد لوقت، يلا يبين الارباح مالته او يبين التعب مالتكم بشلون تجيكم المكافآت له. اشوف اكو شراكة انعرضت عليك ببداية السنة النصف الاول من السنة وانت وافقت عليها لانه كانت عندك مشاكل مادية ممكن، فردت احد يدعمك. النصف الثاني من السنة اشوف اكو